بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتورة ياسمين مجدي، والنهاردة هنكمل محاضرات التعليم عن بعد لمقرر قضايا ومشكلات معاصرة في المحاسبة. الأسبوع اللي فات احنا خلصنا الفصل الأول، والفصل الأول كان بعنوان التكاليف المعيارية وتحليل الانحرافات، وأخدنا شكل التمارين وشكل المسائل اللي ممكن تيجي في هذا الجزء أو الفصل ده، وإزاي نقدر نحل التكاليف المعيارية، وإزاي نقدر نحلل الانحرافات سواء كانت انحرافات العمل المباشر أو الأجور العمل المباشر أو المواد المباشرة. النهاردة محاضرتنا هنبدأ فصل جديد، وهنبدأ الفصل الثالث، يعني هناخد الفصل الأول وده الثالث، والفصل الثالث بتاعنا النهاردة بعنوان نظام التكاليف في قطاع الخدمات الطبية المستشفيات. يعني احنا هنتكلم النهاردة وعلى مدى ثلاث محاضرات أو أربع محاضرات عن نظام التكاليف في المستشفيات أو في قطاع الخدمات الصحية والطبية، تمام؟ فخلونا نشوف مع بعض إزاي هنبدأ نتكلم أو إيه اللي هندرسه في الجزء الخاص بنظام التكاليف في قطاع الخدمات الطبية أو المستشفيات. إحنا هندرس مع بعض في الجزء ده مجموعة، أول حاجة تحت أهداف أو تعريف المستشفيات، وهندرس مع بعض تصنيف المستشفيات من وجهة النظر الاقتصادية، كمان هندرس الاعتبارات والواجب أخذها عند في الحسبان عن تصميم نظام التكاليف في المستشفيات، هنعرف إيه هو أهداف نظام المستشفيات نظام التكاليف في المستشفيات، وهنشوف مبادئ نظام محاسبة التكاليف في المستشفيات، هنشوف مقومات نظام التكاليف في المستشفيات وطرق قياس تكلفة الخدمة المؤداة في المستشفيات، وآخر نقطتين هندرسهم تحليل نقطة التعادل والعلاقة بين التكاليف وحجم النشاط والربح في المستشفيات ومحاسبة التكاليف على أساس النشاط الـ ABC في المستشفيات. النهاردة هندرس أول ست نقاط تقريبا، اللي هي تعريف المستشفيات وتصنيف المستشفيات والاعتبارات الواجب أخذها في الحسبان عن تصميم نظام التكاليف في المستشفيات، وهندرس أهداف نظام التكاليف في المستشفيات ومبادئ نظام محاسبة التكاليف في المستشفيات ومقومات نظام التكاليف في المستشفيات. ده الجزء اللي احنا هندرسه المحاضرة دي. طيب لو جينا حبينا نعرف المستشفيات، عندي المستشفيات وفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية هو الجزء المتكامل من التنظيم الاجتماعي والصحي الذي يعمل على توفير الرعاية الصحية الكاملة بشقيها العلاجي والوقائي للمواطنين، ويصل بخدماته الخارجية للأفراد في أماكن تواجدهم. يبقى ده تعريف المستشفيات وفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية. طبعا المستشفى بتتضمن أو تتكون من مجموعة من النظم الفرعية، ممكن نظام الخدمات الطبية، نظام الخدمات الطبية المعاونة، نظام الخدمات البحثية، والهدف الأساسي اللي احنا لوجود المستشفيات ده اللي طلعناه من التعريف أو اللي استخلصناه من التعريف هو توفير الرعاية الصحية الكاملة والعلاج والوقاية وتدريب العاملين على الخدمة الصحية والبحث العلمي. طيب لو جينا صنفنا المستشفيات واحنا يهمنا تصنيف المستشفيات من وجهة النظر الاقتصادية، فنلاقي في مستشفيات تهدف لتحقيق الربح، ودي بتمثل مستشفيات القطاع الخاص، ومستشفيات بتتبع قطاع الأعمال العام، ودي بتتبع الهيئات الآتية زي مستشفى التأمين الصحي، ودي بتقدم الخدمة بدون مقابل في ظل وجود تأمين، ومستشفيات تابعة للمؤسسات العلاجية، ودي بتقدم خدماتها بمقابل سواء كان أداء المقابل ده من مستهلك الخدمة والمريض أو عن طريق شركات تابعة ليها المريض. والنوع الثالث مستشفيات اللي بتتبع قطاع الأعمال العام هي مستشفيات تابعة لبعض الشركات والهيئات، ودي بتقدم خدماتها بدون مقابل أو بمقابل رمزي. ثالث نوع من أنواع المستشفيات وفقا لتصنيفها في التصنيف الاقتصادي هي المستشفيات اللي بتتبع القطاع العام خدمات، ودي زي مستشفيات وزارة الصحة، ودي بتقدم خدماتها بدون مقابل، أو المستشفيات الجامعية، ودي مستشفيات التابعة للخدمات وبتهدف تقديم التعليم الطبي زي مستشفى القصر العيني، دي تابعة لجامعة القاهرة، ومستشفى عين شمس التخصصي التابعة لجامعة عين شمس، ومستشفى الحسين الجامعي دي تابعة لجامعة الأزهر. طبعا سواء كانت مستشفيات بتتبع القطاع الخاص أو بتهدف للربح، أو مستشفيات قطاع أعمال عام، أو مستشفيات قطاع خدمات عام وما بتهدفش للربح، كل المستشفيات دي لازم يكون في عندها نظام للتكاليف. خلاص، ونظام التكاليف ده أهميته في المستشفيات العامة طبعا ما تقلش عن أهمية المستشفيات الخاصة، لأنها ما بتاخدش نظام التكاليف لتسعير الخدمة، لكن نظام التكاليف هنا اللي بقى سواء في مستشفى القطاع العام أو المستشفيات الخاصة هو الهدف منه أن أعمل رقابة وأرفع أداء استخدام أو كفاءة استخدام الموارد، وأمكن أعمل موازنة تخطيطية وأقدر احتياجات السنة احتياجات المستشفى من الأدوات والخدمات في السنة الجاية بشكل أكتر دقة.
خلاص. طبعا محاسبه التكاليف المستشفيات بتجمع ما بين نوعين من التكاليف، ما بين التكلفه الفعليه لبعض العناصر، يعني اللي هي التكلفه الفعليه لكل العناصر اللي بتؤدى بشكل مباشر للمريض وبتحاسب عليها بشكل فعلي، زي ايجار الاوضه او المكالمه التليفونيه بيقوم بيها المريض او الادويه او التغذيه او اتعاب العمليات الجراحيه، وتكلفه معياريه، ودي زي معدلات التحميل لعناصر التكاليف غير المباشره زي تكلفه التمريض لكل ساعه تمريض او خدمات العنايه المركزه او الخدمات الاداريه والعامه زي استهلاكات الاصول. طبعا احنا عارفين الممرض ما بيبقاش متخصص على مريض واحد، وفي نفس الوقت خدمات العنايه المركزه ما بتبقاش لمريض واحد، بتبقى لعدد من المرضى، واحنا عارفين الخدمات الاداريه والعامه برضه ما بتكونش مخصصه على مريض واحد اللي هو مستخدم الخدمه او متلقي الخدمه. تمام. طيب ايه بقى الاعتبارات اللي لازم اخدها في اعتباري وانا بعمل نظام تكاليف او انا بصمم نظام تكاليف في المستشفيات؟ اول حاجه عندي اهداف اداره المستشفى من النظام، نوعيه البيانات المطلوبه، الاغراض او الاغراض المطلوبه من اجلها، ايه البيانات اللي انا طالباها وايه الغرض اللي انا طالبه عشان البيانات. تاني حاجه عندي كفاءه اداره المستشفى والتنظيم الاداري، طبعا ده بيكون ليه اثر كبير جدا على مدى الاستفاده من المعلومات اللي بتتولد عن نظام محاسبه التكاليف سواء كانت نظام معياري او فعلي. ثالث حاجه عندي طبيعه العمليات اللي بتقدمها اداره المنشاه والتنظيم الفني في الاضاءه في المستشفى. رقم 4 تكلفه تصميم نظام محاسبه التكاليف. دي اعتبارات وانا بحطها في اعتباري، بحطها في بالي وانا جاي اصمم نظام محاسبه التكاليف في المستشفيات. طيب ايه اهداف بقى ان انا نظام تكاليف؟ ليه اتحمل نظام هيكلفني فلوس وهيحتاج مني اعتبارات كتير احطها في اعتباري وانا بعمل وانا بصممه، او ليه انا بصممه اصلا؟ طبعا لازم احنا بنقول ان انا بصمم نظام التكاليف او بهدف ان يكون عندي نظام محاسبه التكاليف في المستشفيات، اول حاجه فيها ان انا احدد تكلفه اداء الخدمه العلاجيه والطبيه. طبعا تحديد التكلفه الفعليه للنشاط ده بيتطلب ان انا اصمم نظام محاسبه التكاليف بيتوائم ويتفق مع ظروف المستشفى واسلوب التشغيل فيها وتسلسل المراحل، واحدد وحدات النشاط اللي نظام التكاليف بيهدف ان هو يحدد قيمتها، وبيتم ده ان انا احدد تكلفه اقسام مختلفه، قسم القلب، قسم البطنه، قسم العمليات، قسم الجراحه، واحدد تكلفه الانشطه والعمليات اللي بتاديها والخدمات اللي بتاديها المستشفى. تاني حاجه عندي هدف من ان انا اكون عندي نظام تكاليف في المستشفى ان اراقب على عناصر التكاليف، ان مع تطور مفهوم الرقابه على التكاليف واهميته زادت كهدف من اهداف نظام التكاليف، يبقى لازم على نظام التكاليف ان هو يطور من اساليبه واجراءاته عشان يلائم طبيعه النشاط واحتياجات مستخدمي مخرجات التكاليف. ده بيتم ازاي؟ ده بيتم من خلال نقارن النتائج الفعليه لتكلفه الاداء بالارقام المخططه واحلل الانحرافات بينها عشان الاسس المختلفه سواء على مستوى المرضى او على مستوى الاقسام او على مستوى الاخصائيين عشان اضمن ما فيش اخطاء في الفترات اللي فيها ضغط عمل شديد. ثالث حاجه عندي ان انا بصمم برنامج او بصمم نظام محاسبه التكاليف عشان اوفر بيانات لاعداد الموازنات التخطيطيه، لان طبقا لمراكز المسؤوليه سواء تمثلت في مراكز تكلفه او مراكز ربحيه او مراكز استثمار، وبعمل على ان انا بربط المراكز دي بالهيكل التنظيمي للمستشفى. رقم 4 من اهداف وجود نظام تكاليف في المستشفيات هو ترشيد القرارات الاداريه، وده عن طريق ان انا بوفر بيانات ومعلومات لازمه اللي بتحتاجها اداره المنشاه عشان تقوم بوظائفها، زي عندي التخطيط لمصادر الاموال واستخداماتها وتخطيط ربحيه المستشفى، زي عندي تقييم الاداء للتعرف على ربحيه الاقسام المختلفه، زي عندي اتخاذ القرارات زي قرار تسعير الخدمات الطبيه. يبقى دي اهداف ازاي ليه انا بعمل نظام تكاليف في المستشفيات سواء كانت مستشفيات خاصه تهدف للربح او مستشفيات لا تهدف الى الربح. طيب نيجي بعد كده نشوف بقى مبادئ نظام محاسبه التكاليف في المستشفيات. ايه المبادئ اللي بتشكل الاطار العام لنظام محاسبه التكاليف في المستشفيات؟ اول حاجه الاستحواذ على عناصر التكاليف. طبعا تكلفه الاستحواذ على عناصر التكاليف بتتمثل في جميع المبالغ او المطالبات النقديه او ما يعادلها عشان احصل على خدمه او منفعه معينه في المستشفى. تاني حاجه عندي استخدام عناصر التكاليف. بيتم استخدام عناصر التكاليف طبعا خلال فتره معينه، فمثلا مقابله احد المرضى لمريض او احد المرضى للدكتور هياخد وقت زمنيه معينه، فانا بحسب تكلفه الاجور ليها من خلال راتب الدكتور ده مقسوم على عدد ساعات عمله. ثالث حاجه تحميل عناصر التكاليف على الخدمه المؤديه عشان تحدد التكلفه اللي بيستلزمها تقديم كل خدمه بدرجه عاليه من الدقه، لازم احدد عناصر التكاليف على الخدمه المؤديه.
خلاص، يبقى دي عندي مبادئ نظام التكاليف او القواعد اللي بتشكل الاطار العام لمحاسبه التكاليف في المستشفيات. طيب ايه بقى مقومات نظام التكاليف في المستشفيات؟ ايه هي مقومات نظام التكاليف في المستشفيات؟ مقومات نظام التكاليف في مجال المستشفيات ما بتختلفش عنها في اي مجال انتاجي اخر سواء كان سلعي او خدمي. من اهم المقومات ده دليل الحسابات لعناصر التكاليف، دليل لمراكز التكلفه، دليل لوحدات التكلفه، تحديد فتره تقارير التكاليف، وتوصيف للدوره المستنديه والمجموعه الدفتريه وتقارير التكاليف في نظام التكاليف المعياري. طب خلونا نشوف دلوقتي موجز لمقومات نظام التكاليف، وايه هي دليل عناصر التكاليف ومراكز التكاليف وحدات التكاليف في المستشفيات. أول حاجة عندي دليل عناصر التكاليف. دليل عناصر التكاليف ده قائمة بتضم كل حسابات عناصر التكاليف المتاحة في الشركة أو المنشأة أو الوحدة المحاسبة اللي احنا بنعالجها، وده بعد ما بحصرها وبقوبها في مجموعات حسب نوعها وبديها ترميز باستخدام أرقام أو حروف مميزة بالشكل اللي أنا سهل إن أنا أتعرف على عنصر التكاليف ده. دليل عناصر التكاليف في المستشفيات عندي الهدف منه ان اجمع حسابات عناصر التكاليف في مجموعه متجانسه، وده بيساعدني ان اقيس التكلفه واراقب عليها. عن طريق الدليل ده بتتم متابعه حركه استغلال كل عنصر من عناصر التكاليف في المستشفى، معرفه مركز التكلفه التابع ليها، تحديد المسؤوليه عن اي انحراف في استغلال الموارد المتاحه، وعن طريق الدليل ده ممكن استخرج قوائم وتقارير التكاليف في نهايه الفتره التكاليفيه. طبعا تصنيف عناصر التكاليف في نشاط المستشفيات بيختلف حسب الغرض المراد تحقيقه. وفقا لاهم واكثر التصنيفات شيوعا واستخداما، انا ممكن انا اصمم عناصر التكاليف في نشاط المستشفيات كما يلي. اول حاجه عندي ان انا اصنف عناصر التكاليف في نشاط المستشفيات طبقا لعلاقتها بوحده النشاط، فبصنفها لعناصر تكاليف مباشره في نشاط المستشفيات. وطبعا عناصر التكاليف المباشره في نشاط المستشفيات هي جميع العناصر اللي بتتحملها المنشاه خصيصا من اجل وحده النشاط الرئيسي والخدمه الماليه. عناصر التكاليف المباشرة غالبا بتكون المواد والمستلزمات الطبية اللي بتدخل في تكوين وتركيب الخدمة العلاجية زي القطن الطبي، السلوك الجراحية، الأمصال، جوانتيات معقمة، شاش معقم، رابط ضاغط أو رباط ضاغط، أو الأجور المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمة العلاجية. دي طبعا بتتمثل في أجور ومرتبات أطباء العمليات، طبعا هم بيتحاسبوا على حسب العمليات اللي هم بيعملوها أو عدد العمليات اللي بيقوموا بيها. كمان عناصر التكاليف المباشره هي المصروفات اللي بتحملها المستشفى لما بتقدم خدمه علاجيه محدده، زي مثلا لما هتقوم بعمليه ما للمريض، فبالتالي هي بتتحمل مصاريف معينه خاصه بالخدمه دي، فبتكون المصاريف دي بتكون ضمن عناصر التكاليف المباشره. اما عناصر التكاليف غير المباشره في نشاط المستشفيات فهي التكاليف اللي انا ما اقدرش انسبها لخدمه علاجيه معينه بذاتها، لكن هي تكاليف بتخدم العديد من الخدمات العلاجيه. عناصر التكاليف غير المباشرة بتتمثل في المواد والمستلزمات الطبية اللي بتدخلش في تكوين وتركيب الخدمة العلاجية، زي مثلا أفلام الأشعة، المحاليل، مستلزمات المعامل. الأجور غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمة العلاجية، زي أجور مرتبات الأطباء، أجور مرتبات مساعدي الأطباء، مرتبات وأجور الموظفين الإداريين، أجور مرتبات عمال النظافة، أجور مرتبات موظفين الأمن. المصروفات غير المرتبطة مباشرة بتقديم الخدمة العلاجية، زي مصاريف الكهرباء والمية والاتصالات وإهلاكات الأصول الثابتة ومصاريف صيانة الأصول الثابتة وتأمين على مباني المستشفى. كل دي بتتصنف مصاريف أو تكاليف غير مباشرة. يبقى ده أول تصنيف عندي اللي هو طبقا للعلاقة بوحدة النشاط. تاني تصنيف عندي هو طبقا لسلوكها تجاه التغيرات في حجم النشاط. تصنيف عناصر التكاليف في نشاط المستشفيات طبقا لسلوكها في اتجاه التغيرات في حجم النشاط. وطبقا للتصنيف ده انا بصنف العناصر التكاليف لثلاث مجموعات رئيسيه: عناصر التكاليف المتغيره، وعناصر التكاليف الثابته، وعناصر التكاليف شبه المتغيره او المختلطه. طيب تعالوا نشوف كل مجموعه من المجموعات الثلاثه معانا. عناصر التكاليف المتغيرة لأداء الخدمة العلاجية في المستشفيات. عناصر التكاليف المتغيرة طبعا هي العناصر اللي بترتبط بالتغير في حجم الخدمات المؤداة، يعني بتتغير طرديا مع تغير حجم الخدمات العلاجية. زادت خدمات علاجية بتقدمها يبقى بتزيد التكاليف المتغيرة، قلت الخدمات العلاجية فبتقل التكاليف المتغيرة. طيب عناصر التكاليف المتغيرة في المستشفيات بتتمثل في ايه؟ الأجور المتغيرة زي أجور الأطباء بالوحدات العلاجية، وأجور الصيادلة، وأجور الممرضات، وأجور مساعدي فنيين الأشعة، وأجور مساعدي فنيين التحاليل. تاني حاجة المستلزمات السلعية زي الأدوية والمستلزمات الطبية الأقسام، أغذية وملابس المرضى، أغذية وأدوية العاملين للتعويض عن الأضرار الصحية. كمان مصروفات أو خدمات زي أتعاب الأطباء غير المعينين. تعالوا نشوف مثال.
بيقول لي بتقوم أحد المستشفيات الخاصة بتقديم مجموعة من الخدمات الرعاية الصحية، يحتاج أداء الخدمة الواحدة إلى إنفاق 500 جنيه أجور مباشرة لطاقم المستشفى، وبفرض إن عدد الخدمات المقدمة اللي هو حجم النشاط في 3 أشهر متتالية في عام 2019 ما يعني 100 200 500 وحدة علاجية. المطلوب حساب التكاليف المتغيرة في مجموعها والتكلفة المتغيرة للوحدة. طيب هو مدي لك حجم النشاط خلاص، ومدي لك التكاليف المتغيرة للأجور المباشرة لطاقم المستشفى، وبيدي لك عايز هو التكلفة المتغيرة للوحدة. طيب أول حاجة عندي لو أنا ما عنديش خدمات خالص فبتبقى حجم النشاط صفر والتكاليف المتغيرة صفر والتكلفة المتغيرة أو نصيب الوحدة الواحدة بيكون صفر من الخدمة. طيب جينا في 2019 قدمنا خدمة 100 وحدة، فبقى الوحدة الواحدة بكام؟ ب 500. يبقى التكاليف المتغيرة في مجموعها 100 وحدة في 500 ب 50,000 وحدة. طيب يبقى نصيب التكلفة المتغيرة أو نصيب الوحدة الواحدة من الأجور المباشرة 500 جنيه. طيب بعد كده عندي هنلاقي حجم النشاط بقى 200 وخد أحد وحدات المقدمة 500 برضو، فبقى عندي 100,000 جنيه، ولكن التكلفة المتغيرة للوحدة يعني نصيب الطاقم الواحد أو الفرد الواحد من طاقم المستشفى من الأجر برضو 500 جنيه. بعد كده الخدمات زاد أو حجم الخدمات زاد أو النشاط زاد بقى 500، فالتكاليف المتغيرة في مجموعها بقت 500 وحدة في 500 جنيه ب 250,000 جنيه، ولكن وحدة التكلفة المتغيرة للوحدة الواحدة اللي هو بنقسم 2 على 1 هتديني 500 جنيه. هنلاحظ إيه من اللي قدامنا ده؟ هنلاحظ ان كل ما زاد حجم النشاط كان 0 50,000 100,000 250,000 كل او 100 0 100 وحده 200 وحده 500 وحده، ده حجم النشاط. كل ما زاد زاد التكاليف المتغيره في مجموعها، كانت 0 لما كان النشاط 0، لما النشاط بقى 100 بقت 50 بقى 200 بقت 100,000 بقت 500 بقت 250,000، لكن نصيب الوحده من التكلفه المتغيره ثابت 0. طبعا نصيب الوحده 0، لكن بقت 100 وحده نصيب الوحده كان 500، 200 وحدة نصيب الوحدة 500، 500 وحدة نصيب الوحدة 500. خلاص تمام. يبقى إذن عندي هنا إن التكاليف المتغيرة بتزيد في مجموعها ولكن ثابتة على 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 للوحدة الواحدة، ولكن بتزيد مع زيادة حجم الإيه؟ النشاط. طيب النوع الثاني من عناصر التكاليف هي عناصر التكاليف الثابتة، عناصر التكاليف الثابتة. عناصر التكاليف الثابتة بيقصد بيها اللي هي العناصر اللي بتتحملها المنشأة بصفة لازمة ومستمرة ومتتغيرش مع تغير حجم الخدمات العلاجية المؤدة، يعني بتظل ثابتة بتتغيرش في مجموعها مع تغير حجم النشاط سواء زاد أو نقص، يعني درجة أو معدل تأثرها بالتغير في حجم النشاط بيكون صفر، يعني مبلغها بيفضل زي ما هو سواء زاد حجم النشاط أو نقص حجم النشاط أو النشاط وقف تماما ولا توقف مؤقت. طيب عناصر التكاليف الثابتة في المستشفيات بتكون أجور ثابتة زي أجور الإداريين وموظفين الإدارة والمحاسبين وعمال الحراسة والصيانة، وخدمات زي مصروفات الخدمات الصيانة الدورية والاشتراكات في المجالات الطبية وإهلاكات الأصول الثابتة. طيب تعالوا ناخد مثال معانا، بيقول إحدى المستشفيات الخاصة كانت أحجام النشاط أو عدد وحدات الخدمات العلاجية المقدمة لديها في 3 أشهر متتالية في عام 2019 كما يلي: 5000 2000 و1000 وحدة خدمة علاجية، ويبلغ إيجار المستشفى 10,000 جنيه على الشهر الواحد. طيب تعال نشوف لو حجم النشاط عندي كان صفر، تكاليف الثابتة إيجار المستشفى ثابت هو 10,000، يبقى نصيب الوحدة الواحدة من التكلفة الثابتة اللي هو 2 على 1 هي دي مفروض ده العمود رقم 1 العمود رقم 2، خلاص هيبقى 10,000 على 0 هيساوي 0 جنيه. طب انا زودت النشاط بتاعي بقى 1000 وحده والتكاليف الثابته زي ما هي 10,000 وحده، لكن نصيب الوحده الواحده هيبقى 10,000 على 1000 هيبقى 10 جنيه. طب زودت نشاطي بقى 2000 والتكاليف الثابته 10,000، بقى نصيب الوحده الواحده من الخدمه 5 جنيه من التكاليف الثابته لان زاد حجم النشاط. حجم النشاط بقى 5000، التكاليف الثابته هي ايجار المستشفى 10,000، فبقى التكلفه الثابته عندي 10,000 على 5,000 2 جنيه. طيب ناخد بالنا هنا ايه؟ إن كل ما زاد حجم النشاط التكاليف الثابتة فضلت زي ما هي في مجموعها، لكن نصيب الوحدة عندي بيقل، يبقى حجم النشاط يزيد نصيب الوحدة من التكلفة الثابتة يقل، خلاص يبقى العلاقة عكسية. تمام. طيب النوع الثالث بقى من التكاليف هي التكاليف شبه المتغيرة أو المختلطة،
ودي عناصر التكاليف اللي بتحتوي على شقين، جزء منها متغير بيتغير بزيادة بحجم بتغير حجم الخدمات العلاجية سواء كان زيادة أو نقص، والتاني ثابت بيفضل ثابت مهما تغير حجم النشاط. من أمثلة ده عندي تكاليف صيانة الأجهزة الطبية وأجهزة الأشعة. في الحالة دي أنا بعمل عملية فصل الجزء الثابت عن الجزء المتغير باستخدام إما طريقة الأعلى والأدنى مستوى نشاط أو طريقة المربعات الصغرى. طبعاً إحنا مش هنشرح الطريقتين دول في العرض عندنا، تمام؟ طيب المثال الثالث معانا بيقول: فيما يلي عناصر التكاليف المستخرجة من دفاتر وسجلات مستشفى النور التخصصي عن شهر يناير 2019: 50,000 جنيه أجور ومرتبات الأطباء عن العمليات، 4,000 جنيه أفلام أشعة، 4,000 جنيه خيوط وإبر جراحية، 5,000 جنيه قطن طبي، 20,000 جنيه مصاريف صيانة الأجهزة الطبية، 30,000 جنيه أجور ومرتبات عمال الأمن، 50,000 جنيه أجور ومرتبات الأطباء، 7,000 جنيه أجور عمال النظافة، 20,000 جنيه أدوية ومسكنات للألم، 14,000 جنيه كهرباء وإنارة الأقسام العلاجية المختلفة، 20,000 جنيه مية للأقسام العلاجية المختلفة، 10,000 جنيه إهلاك مباني الإدارات العامة. المطلوب هو عايز نصنف عناصر التكاليف السابقة طبقا لعلاقتها بوحدة النشاط، وقلنا علاقتها بوحدة النشاط يبقى تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة، وطبقا لسلوكها تجاه التغيرات في حجم النشاط، وقلنا تكاليف تغيرها في حجم النشاط تبقى تكاليف متغيرة وتكاليف ثابتة وتكاليف مختلطة. طيب تعالوا هنا قدامنا، أول حاجة عندي أجور ومرتبات الأطباء عن العمليات اللي هي 50,000 جنيه، دي عندي هتكون تكاليف مباشرة وكمان تكاليف متغيرة لأنها بتتغير حسب حجم العمليات اللي يقوم بها الطبيب. بعد كده عندي 4,000 جنيه أفلام أشعة، أفلام الأشعة عندي هتكون تكاليف غير مباشرة وتكاليف كمان متغير. عندي بعد كده 4,000 جنيه خيوط وإبر جراحية، هتكون تكاليف مباشرة وتكاليف متغيرة. عندي قطن طبي ب 5,000 جنيه، ده هيكون عندي تكاليف مباشرة وتكاليف متغيرة. عندك مصاريف صيانة الأجهزة الطبية، هتكون مصاريف غير مباشرة وتكاليف غير مباشرة وتكاليف متغيرة. عندنا أجور ومرتبات عمال الأمن هتكون ليها 30,000 جنيه، تكاليف غير مباشرة وتكاليف ثابتة. عندنا أجور ومرتبات الأطباء 50,000 جنيه، تكاليف غير مباشرة وتكاليف ثابتة. عندي أجور عمال النظافة 7,000 جنيه، تكاليف غير مباشرة وتكاليف ثابتة. عندي أدوية ومسكنات للألم، تكاليف مباشرة وتكاليف متغيرة. عندي كهرباء وإنارة الأقسام العلاجية المختلفة، تكاليف غير مباشرة وتكاليف مختلطة. عندي مياه الأقسام العلاجية المختلفة، تكاليف غير مباشرة وتكاليف مختلطة. عندي إهلاك مباني الإدارات العامة، تكاليف غير مباشرة وتكاليف مختلطة. تمام؟ كده يبقى احنا أخدنا أول جزء عندي اللي هو دليل عناصر التكاليف في المستشفى. بعد كده ندخل على الجزء الثاني اللي هو دليل مراكز التكلفة في المستشفى. مركز التكلفة عندي لو جينا عرفناه هو أصغر وحدة تنظيمية بتأدي مجموعة من الأنشطة عشان أقدم بيها الخدمات. طبعاً لازم نظام محاسبة التكاليف يتربط بالنظام الإداري أو التنظيم الإداري للمستشفى، وبالتالي المستشفى بنقسمها لوحدات إدارية صغيرة أو أصغر بتمثل منها كل منها مركز تكلفة. كل وحدة ممثلة في قسم من أقسام المستشفى تحت إشراف ومسؤولية شخص معين وبيحقق الرقابة عليه، وبالتالي بما إن هو بقيت تحت شخص معين متقسمة لوحدات أصغر فأنا ممكن أحقق الرقابة على عناصر التكاليف بشكل أكبر. بوجه عام ممكن أقسم مراكز التكلفة في المستشفيات لمراكز إنتاجية ومراكز خدمات ومراكز إنتاجية ومراكز خدمات تسويقية ومراكز خدمات إدارية وتمويلية. يبقى بقسمها مراكز إنتاجية ومراكز خدمات إنتاجية ومراكز خدمات تسويقية ومراكز خدمات إدارية وتسويقية. طيب مراكز الإنتاجية عندي دي المراكز اللي بتعكس النشاط الأساسي اللي بتقوم بتأديته المستشفيات، يعني مركز التكاليف العلاجية بالقسم الداخلي والتكاليف العلاجية بالعيادات الخارجية. كمان مركز خدمات إنتاجية بقى دي المراكز اللي بتقدم كل الخدمات الرئيسية عشان تيسر مهمة المراكز الإنتاجية زي مراكز الخدمات الصحية في المستشفيات. تالت نوع من أنواع مراكز التكليف في المستشفيات هي مراكز خدمات تسويقية، ودي المراكز اللي بتقوم بالوظيفة التسويقية والعلاقات العامة على مستوى المستشفى ككل. آخر مركز من مراكز الخدمات أو مراكز التكاليف في المستشفيات هي مراكز خدمات إدارية وتمويلية، ودي المراكز اللي بتهتم بالنواحي الإدارية والتمويلية الخاصة بالمستشفى. تمام؟ طيب تالت حاجة من مقومات نظام التكاليف عندي، تالت حاجة من مقومات نظام التكاليف هو دليل وحدات التكاليف في المستشفى. وحدة التكاليف في المستشفى عندي هي الوحدة القياس اللي بتعبر عن الغرض الأساسي من النشاط، واللي بننسب ليها كل عناصر التكاليف في المنشأة وفي كل مركز تكلفة داخل المنشأة دي.
في المستشفيات عندي النشاط هو عبارة عن الخدمات العلاجية المقدمة لمن يطلبها، وبالتالي فوحدة التكلفة هي الخدمة العلاجية حسب نوعها أو طبيعتها. طبعا وحدة قياس التكلفة بالمستشفى بتختلف باختلاف القسم سواء كان داخلي أو خارجي، لأن لازم أعمل تفرقة ما بين الخدمات اللي بتقدمها الأقسام الإقامة الداخلية واللي بتقدمها العيادات الخارجية التابعة للمستشفى. فمثلا أقسام الإقامة الداخلية هتقدم لك سرير، هتقدم السرير ده هنقيسه مثلا باليوم أو السرير بالليلة، ده للقسم الخارجي أسفل الداخلي. أما لمريض العيادة الخارجية فممكن نستخدم معاه الزيارة كوحدة قياس تكلفة أو التخصص الطبي المعين. تمام؟ يبقى إذا عندي بيختلف حسب القسم اللي بيقدم الخدمة. كمان ممكن وحدة قياس التكلفة بتختلف باختلاف أقسام تقديم الخدمات الطبية الفنية المعاونة، زي اسم غرفة العمليات، التخدير، الأشعة، التحاليل، العلاج الطبيعي، التأهيل، المعامل، الصيدليات، كل دي أقسام جوه المستشفى بتقدم خدمات طبية، فوحدة القياس ممكن تختلف باختلاف القسم المقدم للوحدة الطبية. طيب تعالوا نشوف مثال كده على دليل وحدات تكلفة في المستشفيات عشان نعرف إزاي ممكن نحمل التكلفة أو مركز التكلفة وبقيس التكلفة بتاعته إزاي. أول حاجة عندي وحدة القياس بتاعته الإقامة، لو مريض هيقعد عندي فممكن أقيس بالسرير والمريض وباليوم، المريض استهلك كام، قعد كام يوم، وبالتالي عندي السرير قعد فيه كام مريض لمدة كام يوم. خلاص. العيادة الخارجية عندي كام زيارة لكل لكام مريض، عندي العمليات ساعات العملية تقعد قد إيه، عندي الأشعة عدد مرات الفحص، الوقت اللازم لكل أشعة بعملها، فيلم الأشعة خد مني قد إيه. تمام. معامل التحاليل، نتيجة التحليل، عدد مرات التحليل، المواد اللي بستخدمها في التحليل، بنك الدم، لتر الدم، العناية المركزة، ساعات العناية المركزة، المريض قعد كام ساعة في العناية المركزة، العلاج الكيميائي، بيقعد كام ساعة في العلاج الكيميائي وبياخد كام مرة علاج في الأسبوع، في الشهر، في كام مرة علاج بقدمها للمريض. خلاص. دي دليل وحدات التكاليف، وده آخر جزء في مقومات عناصر التكاليف. يبقى احنا اخدنا في مقومات عناصر التكاليف، اخدنا دليل عناصر التكاليف، وصنفنا عناصر التكاليف عندي لعناصر تكاليف طبقا لعلاقتها بحجم النشاط، وقلنا دي تكاليف مباشره وغير مباشره، او طبقا لسلوكها تجاه التغيرات في حجم النشاط، وقلنا دي تكاليف متغيره وتكاليف ثابته وتكاليف مختلطه او شبه متغيره. تمام. بعد كده خدنا تاني حاجة عندي اللي هي دليل مراكز التكلفة، وقلت عندي ان انا عندي مراكز انتاجية ومراكز خدمات انتاجية ومراكز خدمات تسويقية، واخر حاجة عندي خدنا دليل وحدات التكاليف في المستشفيات. تمام. بكده نكون خلصنا محاضرتنا النهاردة، وده اول جزء في الفصل الثالث، نظام التكاليف في قطاع الخدمات الطبية. الفصل ده او الجزء ده كان جزء مقدمة عن نظام التكاليف في قطاع المستشفيات، عرفنا فيه يعني ايه المستشفى، ويعني وصنفنا المستشفى وفقا للجانب الاقتصادي، وعرفنا أهمية وجود نظام تكاليف في المستشفيات، ومبادئ وجود نظام تكاليف في المستشفيات، ومقومات نظام التكاليف في المستشفى. الحاضرة الجاية إن شاء الله هنبدأ مع بعض طرق قياس تكلفة الخدمات المؤداة في المستشفيات. بكده كانت انتهى محاضرتنا مع بعض. شكرا لوقتكم، وإن شاء الله المحاضرة الجاية الأسبوع الجاي هنكمل مع بعض الفصل الثالث، نظام التكاليف في قطاع الخدمات الطبية. شكرا.